تفتكر مصر قادرة تصنع طيارة مقاتلة؟ يا عم محمد انت تضحك علينا واحنا عارفين نجمع عجلة اساسا. الحقيقة صديقي اللي انت فايتك كتير وكتير قوي. يعني لو قلتلك انك هتصنع افضل واقوى طيارة مقاتلة هجوم خفيف في العالم ومسلحة بتكنولوجيا الجيل الخامس الشبحية، وده مش بعد مثلا 5 أو 10 سنين، انت هتشوف بنفسك الطيارة دي في 2024، يعني بعد حوالي سنة او سنة ونص من دلوقتي من وقت تصوير الحلقة دي. والمقاتلة دي هتكون صناعة مصرية، وهي المقاتلة الجولدن ايجل او الاف اي 50 الكورية الجنوبية. في تعاون ما بين الهيئة العربية للتصنيع المصرية وشركة كي اي الكورية الجنوبية هيتم تصنيع اول طيارة هجوم خفيف او اول طيارة مقاتلة في مصر. ايه بقى حوار الجولدن ايجل ده وايه مواصفاتها وليه ممكن نحتاج طيارة زي الاف اي 50؟ معلش يعني هي الرافال اثرت معانا في حاجة ولا الميك 29 ولا هي سهلة كده ان احنا نبدا نصنع طيارة؟ دي طيارة برضه عامل حاجة، وازاي ده ممكن يحصل؟ ده اللي هنعرفه النهاردة باذن الله. فمش هوصيك بقى اشتراك على قناة اليوتيوب، اشترك يا اسطى. الحلقة دي برعاية تطبيق كونسل ميد. كونسل ميد هي شركة ألمانية وعبارة عن أكبر تطبيق وموقع في أوروبا والشرق الأوسط متخصص في الاستشارات الطبية. يعني لو أنت محتاج زيارة طبية من دكتور في ألمانيا أو سويسرا أو أي حتة في أوروبا، مش محتاج تسافر له وتدفع في رحلة علاج تخطي مثلا أكتر من 5 أو 6 آلاف دولار، وده طبعا غير الوقت الكتير جدا اللي ممكن تستناه، بل إنك تقدر تتكلم مع أفضل الأطباء ورؤساء الأقسام والاستشاريين في أوروبا كلها من خلال الفيديو، وتعرض عليهم كمان حالتك الطبية وتاخد منهم تقارير مفصلة عن حالتك، وكل ده اللي بيوفره تطبيق كونسل ميد. واللي معاه تقدر تبدا رحله علاجك من بدايتها وتنسق لكل حاجه من غير اي صعوبه، ومع سهوله ان انت تدفع بالفيزا العاديه سواء كان بالجنيه المصري او حتى الريال السعودي، ده مش هيكون في مشكله. رابط التطبيق هتلاقيه تحت الفيديو. نكمل. يوم الخميس 1 ديسمبر اعلنت الهيئه العربيه للتصنيع ان هي وقعت عقد شراكه مع شركه كوريا للصناعات الجويه والفضائيه وهي شركه كي اي اي على توطين صناعه طيارة التدريب المتقدمه من طراز اف اي 50 وزياده نسبه المكون المحلي فيها. واحده واحده كده، وخلينا نشوف الكلام ده معناه ايه. من حوالي شهرين حصل استعراض جوي ما بين مصر وكوريا الجنوبيه على سفح الاهرامات في مصر، وشاركت فيه فرقه النسور الكوريه البلاك ايجلز، وده الفريق الحركات البهلوانيه الجويه رقم 1 في كوريا الجنوبيه بالشراكه مع فريق النجوم الفضي المصري، وعملوا استعراض جامد جدا الصراحه. ولكن اللي عايزك تسال نفسك فيه هو ليه العرض ده اتعمل اساسا؟ لان يا باشا من نفس الشهرين دول بدات المفاوضات ما بين الجانب المصري والكوري الجنوبي لحصول مصر على طياره التدريب المتقدمه من طراز اف اي 50 والتي 50، وهنا الاتفاق مش بس على الحصول على عدد من طيارات معين مثلا من كوريا لمصر، الاتفاق على نقل تكنولوجيا تصنيع المقاتله من كوريا الجنوبيه للمصانع المصريه. الاتفاق شمل 100 مقاتله هيتم تصنيع منهم 70 في مصر و30 منهم هيجوا من كوريا، وال70 دول اللي هيتم تصنيعهم محليا في مصانع الهيئه العربيه للتصنيع. والمتوقع ان نشوف بدايه التصنيع دي او اول باكوره للانتاج من المصانع دي بعد حوالي سنه ونص من دلوقتي. وهنا نسال بقى ايه هي المقاتله الاف اي 50 او تي 50 دي، وايه الفرق ما بينهم، واشمعنى مصر اختارت المقاتله دي دونا عن اي مقاتله ثانيه في العالم؟ بص يا باشا، خلينا نركز اول في الاف اي 50 لان دي مقاتله هجوم خفيف. التي 50 هي طياره تدريب متقدم، فخلينا نركز اكتر في الاف اي 50 الفيديو ده، هما الاثنين واحد يعني، بس دي كاتيجوري دي كاتيجوري ثانيه. الاف اي 50 هي طياره هجوم خفيف بتصنعها شركه كي اي اي كوريان ايروسبيس اندستريز، وبدا تطويرها من اكتوبر 97. تم بناء حوالي 6 نماذج اوليه في خلال مرحله التطوير اللي خلصت في 2006، وعلى 2012 الاف اي 50 خدت موافقه او شهاده الام اي اي سي علشان تكون اول طياره عسكريه كوريه تاخد الشهاده دي. النقطه هنا ان كي اي اي بتصنع المقاتله دي بالتعاون مع لوكهيد مارتن الامريكيه، الشركه اللي انتجت مقاتلات منها مقاتله الاف 16 الامريكيه الاسطوريه طبعا، والمقاتله الاكثر انتشارا في العالم كله. نيجي بقى لمواصفات الطياره. طول المقاتله 13.14 متر وعرض الاجنحه حوالي 9.45 متر وارتفاعها عن الارض 4.82 متر. وزن المقاتله فاضي حوالي 6.47 طن، واقصى وزن عند الاقلاع بيوصل حوالي 12 طن وشويه. كمره القياده بتاعه الطياره دي من جوه مزوده بكل حاجه بيحتاجها الطيار تقريبا، من اول اجهزه مجال الرؤيه الواسعه وشاشات بخواص ام دي اف اس واجهزه المحرك الرقميه واجهزه توليد الاكسجين للطيار والطيار المساعد، لان الطياره دي بتشيل نفرين، وانظمه رؤيه ليليه وانظمه ملاحه بالقصور الذاتي وانظمه تحديد المواقع العالمي الجي بي اس وخواص ثانيه متطوره كتير. اما بالنسبه للتسليح، الطياره دي تقدر تشيل اسلحه بما يعادل 4.5 طن، وتقدر تتسلح بصواريخ اي اي ام 9 ودي صواريخ جو جو قصيره المدى للاشتباكات او اللي هو الدوج فايت يعني، وصواريخ اي جي ام 65 مافريك ودي صواريخ جو ارض مصممه لقصف الاهداف الارضيه، وقنابل بسحب منخفض الاغراض العامه من طراز ال دي جي بي، ووحدات القنابل العنقوديه سي بي يو اس، ومسلحه بمدفع جاتلينج عيار 20 ملي، ومسلحه بقاذف صواريخ عيار 19 انبوب من طراز ال اي يو
3، وده قذف الصواريخ اللي بيضرب الصواريخ اللي هي بزعانف من ورا بزعافات دي واللي اسمها الاف اف اي ار، وده بالاضافه لمحرك المقاتله التوربيني من طراز اف 404، وده محرك من تصنيع شركه جنرال الكتريك الامريكيه وبيطلع حوالي 17700 رطل من قوه الدفع. المقاتله سرعتها القصوى بتوصل حوالي 1.5 مخ او 1.5 ضعف سرعه الصوت، والمدى بتاعها بيعدي ال 1800 كيلومتر. المواصفات اللي احنا قلنا عليها دي بتتيح للمقاتله مجموعه واسعه من الاغراض والمهمات، غير كده ان تسليح المقاتله ومنظومه التحكم او الحرب الالكترونيه اللي موجوده جواها تقريبا هي نفس اللي موجوده في طياره من طراز اف 16 دي بلوك 50، ومع شويه اختلافات لان الاف 16 طياره مش هجوم خفيف، لا دي هجوم صريح، يعني طياره قتاليه متعدده الاغراض وبتقدر تشيل حوالي 9 طن اسلحه. طب معلش يا محمد، انت دلوقتي بتقول ان الطياره دي شبه الاف 16، انا ليه مهتم ان انا اعمل طياره او ابدا اصنع طياره قديمه زي الاف 16؟ دي حتى امريكا مش بتستخدمها، ومهتم اكتر بالاف 35 وبالاف 15 اي اكس اللي هو طراز الاف 15 اللي عايز يبقى شبحي ده. متاكد يا صديقي ان امريكا ما بقتش تستخدم الاف 16 خالص؟ طب بص بقى، ركز في الحته اللي جايه دي هتعجبك قوي، ركز معايا. حاليا وقت عرض الحلقه دي في حوالي اكتر من 4400 طياره اف 16 موجوده في العالم كله، من ضمنهم 1000 طياره لوحدهم شغالين في قوات الجويه الامريكيه، ودي بيخليها اكبر مشغل لطيارات الاف 16 في العالم وهي امريكا، ودي اكتر طياره منتشره موجوده في قوات الجويه الامريكيه كلها، اكتر حتى من الاف 16 اللي عددها بيوصل حوالي 266 طياره. اما الاف 35 فهم يعتبر حوالي اقل من 200 طياره، وتقريبا 185 طياره من مقاتلات اف 22 رابتور، ودي المفروض هي اقوى طياره شبحيه موجوده في امريكا واقوى طياره شبحيه من الجيل الخامس على مستوى العالم. ومع ذلك الاف 16 هي اكتر واحده منتشره واكتر واحده الجيش الامريكي بيعتمد عليها. بس معلش يعني يا محمد، الاف 35 اتعملت اصلا عشان تخلي الاف 16 تطلع وتيجي هي مكانها وتطلع الاف 16 بره الخدمه اساسا، وده حقيقي فعلا يا صديقي. هدف الاف 16 هو الارتقاء بالمستوى الاساسي في قوات الجويه الامريكيه ونقله من الاعتماد على مقاتلات من الجيل الرابع زي الاف 16 لمقاتلات الجيل الخامس الشبحيه زي الاف 35. ولكن يا صديقي لا يخفى عليك، يعني الاف 16 مش كويسه قوي وفيها فعلا مشاكل كتير جدا. انا بالنسبه لي كفايه عليا مشكله واحده، ان مقابل كل ساعه طيران بتطير الاف 16 في الجو بتاخد قصادها 30 ساعه صيانه، وده مقابل ساعه الطيران الواحده، ده غير بقى تكلفه ساعه الطيران دي عامله كام. عشان تطير مقاتله اف 35 واحده بس في الجو لمده ساعه هتتكلف اكتر من 40,000 دولار، حوالي 42,000 دولار، انت متخيل الرقم؟ وعندك بقى طياره زي الاف 22 رابتور تكلفه ساعه الطيران الواحده عشان تخلي الطياره دي بس تطير في الجو بنتكلم في اكتر من 85,000 دولار مقابل ساعه الطيران، يعني عشان اطير الطياره دي محتاج اكتر من 2 مليون جنيه. في المصدر اللي كتب المعلومه دي واللي هتلاقي المصادر كلها تحت بيقول ان عشان نطير طياره واحده من طيارات الاف 22 رابتر احنا محتاجين متوسط دخل عائله سنويه كامله عشان نطير الطياره دي في الجو، لان متوسط العائله السنويه حسب الفدرالي ما بيطلع يعني حوالي 79,000 دولار. تخيل دخل عيله لمده سنه عشان تطير الطياره دي في الجو لمده ساعه. اما بقى لما نيجي للاف 16 هنلاقيها واقفه عن الجيش الامريكي بتكلفه طيران في الساعه الواحده من اول 5000 دولار ولحد 27,000 دولار، يعني في ادخن طراز. وحتى 27,000 دولار ده يعتبر رقم كبير، ولكن بالنسبه للامريكان هم اصلا ارقامهم كبيره، كل حاجه عندهم كبيره، ويفضل برضو رقم اقل بين النص التكلفه اللي بتاخدها الاف 35، بل وانها بتدي نتيجه اعلى كمان من الاف 35، لان الاف 35 مش هتقدر تنفذ لك مهام اعتياديه بتقدر تنفذها طياره من الجيل الرابع زي الاف 16، زي مهام الدوريه والتامين هتبقى مكلفه قوي انك تعمل بيها مهام شبه يوميه لاي قوات جويه على مستوى العالم، وده اللي مخلي سمعه الاف 16 مسمعه في امريكا كلها وفي العالم كله، لدرجه ان في ناس كتير شايفه ان الاف 16 احسن من الاف 35، وده يا باشا لان قوه الاف 35 وجوهر قوتها في الشبحيه، وان هي صعب انك تشوفها، ودي اكبر ميزه عندها، ولكن مقابل الميزه دي يعني ضحت بحاجات كتير قوي، ضحت بحجم التسليح لان التسليح مش بيتثبت على الجناحات، ده بيتحط جوه الجناحات، فالتسليح بيبقى عدده قليل، وكل ده عشان تخفض البصمه الراداريه ليها على الرادار وتبقى شبحيه. اما التضحيه الثانيه فهي تضحيه المدى، ادخن مدى تقدر توصل له طياره اف 35 هو 1200 كيلومتر بس، وطبعا ضحت بالقدره على المناوره والسرعه والثبات في الجو، يعني ضحت بحاجه اسمها الدوك فايت او العراك الكلاب، العراك ما بين الطيارات في الجو ده اللي هم بيجروا ورا بعض كده، وطبعا دولا على التكاليف الكتير اللي احنا قلناها. اما بقى الاف 16، بص يا باشا، مدى الاف 16 بيوصل من 1800 كيلومتر وممكن يوصل لحد اكتر من 4000 كيلومتر، وده على حسب الطراز ويعني تنكات البنزين اللي ممكن تتعلق في الطياره، وقادره ان هي تشيل قدر من التسليح يوصل لاكتر من 9 طن، وما اقولكش طبعا على القتال الجوي او الدوك فايت. الطياره خفيفه والحركه الديناميكيه بتاعتها سلسه، وتقدر تنفذ مناورات جويه عادي جدا مش عندها مشكله، وده طبعا مقارنه بالاف 35، وده اللي بيجعلها مقاتله ضعيفه قصاد الاف 16. بس معلش يعني عم محمد، مهما قلنا يعني الاف 35 عندها قدرات شبحيه وعندها اللي مش موجود في الاف 16. طب ولو طلعت لك طياره اف 16 شبحيه وبنفس مواصفات الاف 35، ايه ده ازاي ده؟ احب اعرفك يا صديقي بالاف 16 في، احدث طياره من مقاتلات الجيل الرابع على مستوى العالم كله، وتقدر تقول ان هي الجيل الخامس من طيارات الاف 16، الجيل اللي وصل بعد الاف 16 اي وبي وسي ودي، وهو الاف 16 في او فايبر بلوك 72، ودي بقى احدث انتاجات الجيش الامريكي واللي بيراهن عليها هي والاف 15 اي اكس
اكس اللي اتكلمنا عليها في حلقه قبل كده. اللي بيميز الفايبر دونا عن اي طراز الاف 16 تاني على مستوى العالم وهي منظومه القتال والسيطره ومنظومات التشويش والحرب الالكترونيه، لانها بتيجي برادار جديد وهو رادار مصفوفه المسح الضوئي النشط، رادار EESA AGB 83، وده غير ناقل بيانات كبير وسريع بيديها القدره ان هي تنقل المعلومات زي ما بتعمل طياره في الجيل الخامس بالظبط، وده من خلال استخدام قدرات تشغيليه زي لينك 16 وسنايبر ادفانسد. وركز في الاسامي دي اللي احنا هنحتاجها تاني. رادار فايبر هو من تصنيع شركه نورثروب جرومان، ويقدر يوفر مرونه اسرع واستهداف اسهل في كل الظروف الجويه، وده غير توفير قدرات الجيل الخامس، لان ببساطه الاي اس اي النظام ده اللي موجود في الاف 16 فايبر، لان هو نفس الاي اس اي اللي موجود في الاف 15 اي اكس والاف 35 والاف 22 رابتر. وتم تجربه الطياره دي لاول مره في اكتوبر 2015، ودي كانت اول مره طياره اف 16 في تطير بمنظومه الاي اس اي الشبحيه، واللي عمل طفره في مقاتلات الاف 16، لان المقاتله بقى عندها قدرات لتنفيذ ضربات جو جو وجو ارض نفس اللي بتوفرها طياره مقاتله من الجيل الخامس زي الاف 22 رابتر. ولكن انا بقى بالنسبه لي كل ده مش مهم، المهم عندي ان النسخ الجديده من طيارات الاف اي 50 هتكون مزوده بنفس المنظومه الراداريه الاي اس اي واللي هي موجوده في الاف 16 في. ايوه زي ما سمعت، الاف اي 50 مرشحه بنسبه كبيره جدا ان هي تتزود بقدرات شبحيه. امال انا عمال احكي لك من اول الفيديو ليه وتفاصيله وبتاع؟ غوى انا اخوتك يعني، في سكريبت مكتوب ومتعوب فيه، خلي بالك. شركه كي اي الكوريه دلوقتي بتتفق مع شركه نورثروب جرومان صاحبه الاي اس اي الرادار ده ان هي تبدا تركبه في النسخ الحديثه من الاف اي 50. وده مش بس كده، هيتم تطبيق الانظمه زي سنايبر ادفانسد وانظمه لينك 16 اللي موجوده برده في الاف 16 في عشان تكون فعلا اقوى طياره هجوم خفيف على مستوى العالم، مقاتله هجوم خفيف مسلحه بانظمه شبحيه من الجيل الخامس. تخيل بقى انك مش هتقتني الطياره دي بس، ده هتبدا تصنعها عندك، انت متخيل؟ بس معلش يعني يا عم محمد، ده تجميع مش تصنيع. يا دين النبي، بص تعال تعال تعال، مش همد ايدي، تعال. هو انا مش قلت لك كل مره في الفيديو ان مفيش حاجه اسمها الكلام ده؟ انا كم مره اقول لك ان التجميع بدايه التصنيع، وانت مصمم ان اللي بيجمع ده ما بيعملش اي حاجه. يا راجل اذا كانت كوريا شركه جي اي اي اللي بتصنع الطياره نفسها واخده الماتور من شركه جنرال الكتريك الامريكيه، مش بتصنعه يعني بتجمع، واخده الرادار وانظمه الحرب الالكترونيه برضو من امريكا، روح قول لهم بقى ان هم مش بيصنعوا الطياره عشان يزعلوك، ده غير ان اغلب قطع الغيار بتيجي من امريكا مش من كوريا، انت بتتكلم في ايه؟ فما تقوليش بقى نجمع من نصنع، مفيش حاجه اسمها كده، اهدى بالراحه. التجميع بدايه الصناعه، ما ينفعش اطلع الدور العاشر من غير ما اعمل الدور الاول والثاني. وقت ما هيبدا خط الانتاج بتاع الاف اي 50 في مصر هيكون نسبه مكون محلي فيها حوالي 40%، والهدف ان هي توصل لنسبه مكون محلي 60%. وده يخليك تسال سؤال، هو احنا قادرين فعلا ان احنا نصنع طياره مقاتله زي دي، او حتى يا سيدي نجمعها زي ما انت بتقول؟ اصل برضه يعني دي طياره وانت بتقول ان فيها حاجات من الجيل الخامس، احنا صنعنا الجيل الخامس؟ خليني اقول لك يا صديقي ان مصر مش جديده في حوار تصنيع المقاتلات او الطيارات عموما ده. يعني مثلا مصر بتصنع طياره التدريب الكي 8 الصينيه، ده غير تصنيع طيارات الام 346 الايطاليه من شركه ليوناردو او ليوناردو يعني، واللي بيتم استخدام الاثنين دلوقتي في القوات الجويه المصريه. الهدف من اقتناء الاف اي 50 هو ان يتم تبديلهم او استبدال الانظمه القديمه من الام 346 والكي 8 الصينيه بالاف اي 50 المتطوره. مش بس هي دي، هي والتي 50 طياره التدريب نفسها. ولكن الهدف الرئيسي من اقتناء الاف اي 50 هو خلق اسطول جديد من اسطول الطيارات الدوريه اللي هيكون موازي لطيارات الاف 16 المصريه وهيكون احدث منها كمان. بل وان خد مني الحته دي بقى، اقتناء عندك تكنولوجيا زي دي هيساعدك ان انت تطور اسلوب الطيارات الاف 16 اللي عندك القديمه لمستوى اعلى. يعني انا لو اصلا بحط التكنولوجيا دي في طيارات الاف اي 50 مفيش مشكله برضه لو انا حطيتها مثلا في طيارات الاف 16، وده منتال كده نفكر معاك مع العقل، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل قدام، بس ده يعني نظريا. لان الاف اي 50 مصنفه على مستوى العالم ان هي الطياره التوامه او المكافئه للاف 16، مفيش ما بينهم فرق كبير قوي زي ما قلت لك، وهيكون عندك القدره هنا ان انت عندك طياره مقاتله متعدده المهام بتعمل لك المهام الدوريه زي مهام الدوريه والدعم الارضي للقوات على الارض وحتى تنفيذ ضربات ارضيه، وده بهدف تعزيز القوات الجويه المصريه بمقاتله نوعا ما خفيفه وتكلفتها مش عاليه وتكلفه حتى طيرانها برده مش عاليه، وده برده عشان ما تستهلكش اسطول الرافال اللي عندك باستمرار، لان الرافال طياره متطوره جدا وبرده ساعه التشغيل بتاعتها غاليه، بنتكلم في حوالي 15000 دولار حاجه زي كده. الهدف هنا هو ان انت تحافظ على زي الرافال والميك 29 كطيارات اساسيه وخروجهم لتنفيذ مهام خاصه، لان الطيارات دي مداها بعيد واللي بتخلي القوات الجويه المصريه ليها ذراع طويله، طيارات مداها بيعدي اكتر من 3000 كيلومتر. فكره وجود الطياره الكوريه الجنوبيه الاف اي 50 بتلغي نوعا ما فكره استحواذ مصر عن طياره تيجان الهنديه، المقاتله اللي بتطورها الهند من زمان ولحد دلوقتي تعتبر ما دخلتش الانتاج الكمي او ما فيش منها طيارات كتير، لان الوقت اللي طلعت فيه اخبار المفاوضات ما بين الجانب المصري والهندي على تيجاز خرج بعدها تنفيذ الاستعراض ما بين مصر وكوريا الجنوبيه على سفح الاهرامات، وده بهدف الدعايه للمنتج الكوري الجنوبي من الاف اي 50 والتي 50، ومع توقيع عقد ما بين الهيئه العربيه للتصنيع وشركه كي اي اي الكوريه، ده بنسبه كبيره بيلغي فكره تعاقد مصر على شراء التيجاز الهنديه، لان البديل الكوري افضل بنسبه كبيره، وده على حسب المصادر اللي موجوده تحت، وده برده يظل الكلام
كلام، مفيش برضو حاجة أكيدة، ده حسب المصادر، أنا ما بجيبش كلام من عندي. إن في ناس تطلع تقول لك أصل حصل حاجة وحصل حاجة عكس تانية، يا باشا وأنا بجيب كلام من عندي موجود في المصادر والله، أنا مالي. الفكرة بقى إن الـ FA50 وكوريا الجنوبية عاملة مشاكل كبيرة جدا على طيارة التجاز الهندية، وبتقطع عليها جامد جدا خصوصا مع العقد المصري اللي اتمضى من كام يوم ده. ما هو فكر فيها كده، إيه اللي يخلي كوريا تقتنع إن هي تدي عقد نقل تكنولوجيا تصنيع مقاتلة مهمة زي دي لمصر؟ أيوه، إيه اللي مصر هتقدمه يعني مقابل حاجة زي كده؟ وده بسبب إن مصر مهمة جدا بالنسبة للكوريين، لأن مصر بوابة أفريقيا وأكبر دولة وأهم دولة موجودة في القارة كلها، والدولة صاحبة التأثير الأكبر سياسيا ودبلوماسيا على باقي دول القارة الـ 51، وده زي ما قلنا في حلقة سد النهضة يعني، وده بيضمن دخول كوريا بطياراتها الاثنين لسوق جديد وناشئ، وضمان مبيعات أكبر للجانب الكوري من الدول الأفريقية. الدول اللي عايزة طيارة مش غالية قوي، وطيارة نوعا ما قدراتها مش قد كده عادي يعني، الطيارة دي بالنسبة لهم هتكون حل مناسب جدا ومتطور وقوي وقيمة مقابل سعر. مش واخد بالك كده من حاجة صديقي؟ لما نيجي نرجع لورا شوية ونشوف سلاح الجو الإسرائيلي، هنلاقي إن دايما الطيران هو أحسن حاجة عندهم، ونقطة قوة الصهاينة وذراعهم الطويلة، ومفيش دولة في المنطقة تقدر تنافس القوات الجوية الإسرائيلية، وده يعني كان زمان. أما دلوقتي لما نبص على القوات الجوية المصرية هنلاقيها ليها وصف غريب جدا. القوات الجوية المصرية هي أكتر قوة متنوعة على مستوى العالم، بيخدم فيها 3 طيارات من 3 قارات مختلفة، الF-16 الأمريكية والرافال الفرنسية والميك-29 الروسية، وده بجانب المراجع 2000 يعني إن لسه الجانب المصري بيطور فيها وإداها قدرات أعلى من زمان بكتير، وإن شاء الله في المستقبل يعني يمكن فعلا نشوف اليورو فايتر تايفون موجودة في مصر والصفقة المصرية الإيطالية تتم، ولحد ما نشوف يعني إذا كان ده أكيد ولا لا. التنوع ده بيصعب على عدوك إن هو يتنبأ بحركتك الجاية، لأن كل طيارة من دول ليها أسلوب قتالي مختلف ونظام تشغيل مختلف تماما، ومعلش يعني صعب قوي على سلاح جو أيا كان مين إن يلاقي 3 طيارات مختلفة بثلاث أنظمة، وده بيدي ميزة للقوات الجوية المصرية مش موجودة فعلا عند أي دولة على مستوى العالم. تصنيف القوات الجوية المصرية في المواقع العسكرية تصنيف غريب، بقول لك The most diverse air force، أكثر قوة جوية متنوعة على مستوى العالم، وده يدل على شيء، يدل على حاجة مهمة جدا وهي إنك مش ضعيف. الكلمة دي بحب أكد عليها كل فيديو، لأن في ناس حرفيا الكلمة دي ممسوحة من دماغهم، يا باشا أنت مش ضعيف، بل بالعكس أنت قادر تحمي نفسك في وقت دول أوروبية كبيرة مش عارفة تحمي نفسها، في الوقت اللي الكل عمال يتحسس سلاحه ويبص عليه، واللي يلاقي سلاحه بايظ، واللي محتاج ذخيرة كتير، واللي محتاج أصلا يتغير، واللي تعب من كتر ما ضرب رصاص، أنت سلاحك عمران وموجود في جيبك. ولو أنت وصلت للنقطة دي فأنت راجل محترم الحقيقة، وأكيد عامل اشتراك في القناة، أكيد يعني، ولو مش عامل اشتراك، اعمل اشتراك يعني، ولو أنت عامل اشتراك، اعمل شير للفيديو، بينفعنا والله الموضوع ده، ورابط تطبيق كونسل مات موجود في التعليقات تحت، وبس كده، سلام.